هنعمل بقى المسقعة، هنعملها من غير لحمة وهنعمل المسقعة باللحمة المفرومة علشان ندي اختيارات لو حد عاوز يعملها باللحمة المفرومة. معايا المسقعة الأول باللحمة المفرومة، عندنا لحمة مفرومة متعصجة عادي جدا، ربع كيلو لحمة متعصج ببصلة ومعلقة زيت أو معلقة سمنة وملح وفلفل وشوية توابل، ده تعصيج اللحم. للمسقعة نفسها بقى محتاجين كيلو بتنجان رومي متقطع حلقات، ربع كيلو كوسة متقطعة شرايح، ربع كيلو بطاطس متقطعة مكعبات ومتحمرة، ربع كيلو فلفل أخضر رومي أو قرنين ثلاثة فلفل أخضر رومي ومتقطع ومتحمر، كيلو عصير طماطم راس توم كبيرة مفرومة ناعم، بصلتين متقطعين ارباع او بصل اللي هو القورمة ومتقطع ارباع ومتحمر، ربع كوباية خل، معلقتين كزبرة ناشفة، معلقتين كبار كزبرة ناشفة جافة، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، معلقة فلفل اسود وفنجان زيت. انا هنا كده هاخد الزيت معايا عشان نعمل الصلصة الاساسية بتاعت المسقعة. ادي كده الحلة عندنا سخنة، نحط عليها الزيت. طبعا لو هي بنعملها لاخواتنا المسيحيين هيعملوها صيامي طبعا بالزيت، هي كده كده المسقعه بتتعمل بالزيت، اللي بيحب يعملها بالسمنه براحته، لكن هي اساسها بتتعمل بالزيت مش بالسمنه. الو، ايوه، صباح النور يا مدام كريمه. ازيك يا دودو، عامله ايه؟ اهلا بك يا مدام كريمه، ازيك؟ الحمد لله. وبعدين انا بجد سامعه بقى من بدري، عماله بقى ايه الاسكندرانيه والعدس والكشري، طبعا كل حاجه بتقوليها ما شاء الله عليكي، معلومات ممتازه وفعلا زي ما بتقولي، بس احنا فعلا بنحاول ان احنا نعمل كل ما مفيد ومغذي لاولادنا، لان هم دلوقتي تعبنا جدا جدا طبعا، فلازم نتحايل. وبجد انا بشكرك جدا جدا على تنويعك للاكل وابتكارك، وان انت دايما بتحاولي تحفزينا ان احنا نخترع ونبتكر في مطبخنا. انا والله بحاول يعني عشان الولاد الصغيرين احاول ادخل حاجات مفيده في الاكل، وكمان الناس النباتيين. انا اصلا فعلا عندي برضو يوسف، يعني يعتبر نباتي، محمد كذلك الامر، هو اصلا الجيل كله طالع ما بيحبش الاكل، الا ان احنا نتحايل ونعمل لهم بقى يعني افلام عشان نعمل لهم. لا، هم طالعين بيحبوا الاكل اللي بتاع بره بتاع الشارع كتير جدا. أيوة، فاحنا بنحاول بقى نعمل حاجات زي اكل الشارع بطعم حلو ونحط لهم الفوائد فيها. تمام، برافو والله، انا بشكرك جدا وبجد بحييكي، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله يخليك الجميع بجد، ربنا يخليك. وحبيت ان انا اقول لك تسلم ايدك، لان بجد انا يعني شويه الخضار اللي انت عملتيهم دول حاجه ما شاء الله. ثانيا ربنا عايزاكي بقى ان انت يعني الكوسه يعني حاجه من الخضار المهمل بجد بالنسبه لينا، وهو فايدته عاليه جدا 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 طبعا. عايزاكي ان انت بقى ايه تعملي لنا حلقه كده ندخله في الكوسه، ندخله مثلا في الحلويات، في الحاجات دي، العدس، بحيث برضو ان احنا نستفيد ونفيد ولادنا برضو. العدس يعني ندخله في الحلويات؟ لا، امال ايه؟ الكوسه، الايه؟ الكوسه، السبانخ، الخضار عموما. حاضر. ايوه، حاضر، عينيا الاثنين، عينيا. تسلم ايدك، ودايما كده مبدعه، وتحياتي لكل حبايبنا، ودايما كده منورانا يا دودو. ربنا يخليك يا مدام كريمه، متشكره جدا لتليفون حضرتك، شكرا يا فندم. هنا كده انا وانا بكلم في التليفون حمرت التومه، خليتها تاخد لون اصفر ذهبي خفيف، بعد كده نزلت بالكزبره الجافه حمرتها معاه زي طشه الملوخيه، خليتها تاخد تشويحه خفيفه بس ريحتها تطلع، اول ما طلعت الريحه نزلت عليها الطماطم المعصوره، وطماطم معصوره تقيله، لو الطماطم صفرة ولا حاجه نحط عليها معلقه كبيره او معلقتين صلصه، تمام؟ طبعا عشان الطماطم او الصلصه نحط معلقه السكر، بتفرق جدا، بتضيع لنا الحموضه. انا خدت معلقه واحده بس، معلقه شاي سكر بالشكل ده، هسيبها تغلي وتتسبك على مهلها. البتنجان بقى هقول لحضرتك اهو، احنا كده سايبينها. انا هنا بقى معايا البتنجان، البتنجان اهو، البتنجان ده هو هنعمل فيه ايه؟ انا قطعته حلقات متوسطه السمك، رشيت عليه ملح وركنته نص ساعه في مصفى، صفري كل الميه بتاعته، خصوصا في بتنجان ما بنبقاش عارفين بيبقى مر، بيبقى طعمه مر، نيجي ناكله نلاقيه مر. الملح بقى بينزل كل الميه اللي في البتنجان الممرره دي، لو قليناه في الزيت بعد ما ينزل ميته ومصفيه كويس وقليناه في زيت سخن غزير جدا وسخن قوي مش هيشرب زيت مننا، اما لو احنا الزيت كان بارد البتنجان هيطلع كله زيت. احنا البتنجان ده خدناه على الجريلا، احنا هنا ما شاء الله عندنا جريلا كبيره بالكهرباء،
دهناها بفرشة زيت وحمرنا البتنجان عليها بعد ما صفيناه من ميته، حمرناه وخد الشكل ده. طبعا ما فيهوش، مش شارب بقى اي زيت. ليه انا عملته كده النهارده ومش قليته مع انها مسقعه حاجه تقليديه وكلنا بنقلي؟ قلت ان احنا نتجه، وده سياسه عامه او حاجه عامه في كل الاكلات الصحيه، ان احنا بنتجه للحاجه الصحيه اكتر. معانا تليفون. الو الو الو. ايوه صباح الفل، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا مدام سميره؟ ازيك يا حبيبي، وحشاني. الحمد لله والله، حضرتك وحشاني كمان اكتر. الله يخليك يا حبيبتي، تسلم ايدك يا حبيبتي على المسقعه. بس هي ما تنفعش صيامي لو فيها لحمه. لا، ما انا قلت انها من غير لحمه هتبقى صيام. غير لحمه من غير سمنه بالظبط كده. ايوه حبيبتي، تسلم ايدك عليها، ربنا يخليكي. ميرسي يا حبيبتي. انت النهارده ايه رايك النهارده في الاكل بتاعنا؟ لا حلو طبعا، الكشري ده الاسكندراني انا مش بعمله الاصفر، بس ان شاء الله هعمله. اتمنى ان انت تجربيه. عدس الاصفر. اتمنى ان حضرتك تجربيه، والله يعجبك جدا ان شاء الله. حطي لي بقى الطريقه تاني يا حبيبتي. او انا هقول لك دلوقتي المكشف عشان نقلبه او نشوفه، هنقول الطريقه عملنا ايه من الاول. ميرسي يا حبيبتي. عينيا الاثنين خالص يا حبيبتي. العفو لحضرتك. ميرسي لتليفونك يا مدام سميره. العفو يا حبيبتي، مع السلامه. الله يسلم حضرتك. انا معايا الصلصه بتتسبك على النار، انا ما حطيتش الخل. الخل احنا الناس الطبيعي تحط الخل مع الصلصه او التومه الاول، تطش بيها الخل. بنلاقي المسقعه ما بنيجي ناكلها على صدرنا. ليه؟ علشان الخل نزل في المادة الدهنية او الزيت او السمنة او اللي احنا بنعمل بيه مع التومة، يعمل لنا بقى حرقان رهيب. لكن لما انا جربت ان انا احط الخل ني كده يغلي مع الطماطم، ما بيبقاش حامي خالص. اهو الشكل ده. هحط بقى المقدار، فنجان صغير اللي هو فنجان القهوة، بس افتح كده فنجان القهوة احط خل. طبعا هي في الاصل مسقعة بالخل والتوم. ادي التوم حطيناه، وادي دلوقتي حطينا الخل، هنسيبهم بقى يتسبكوا على مهله. وهنا الصلصه كمان بتاعه المسقعه، هبدا برضو احط لها شويه ملح واحط لها فلفل اسود. خلصت الثواني ورجعنا مع بعض تاني. قبل الفاصل انا كنت بعمل الشكشوكه بتاعه الفول، عملناها. انا سقليت البيض عادي جدا في السمنه زي ما حضراتكم شفتوا. انا عايزه بس اجيب لكم هنا طبق الفول الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي طبق الفول معايا كده، هنحط عليه شويه خضره كده، نديله طبق خضره هنا كده كده. ادي طبق الفول في منتهى الجمال. ادي المسقعه كمان معايا. معايا بقى المسقعه اللي باللحمه المفرومه، ما عملتش فيها اي حاجه. غرفت البتنجان اللي احنا كنا محمرينه، وخدت من الصلصه اللي اتسبكت، خدت منها معلقتين ثلاثه كده، بس نقصر دي شويه. خدت منها معلقتين ثلاثه حطيتهم مع اللحمه تاني، سخنتها معاهم بس بالشكل ده. ادي كده دول. حاضر عينيا كده. طبعا انا حطيت على الفول الملح، وحطيت عليه الكمون والكزبره والشطه هنا كده. انا بقى بقيت الصلصه بتاعه الكشري، بقيت الصلصه بتاعه المسقعه اسفه، حطيت فيها ادي البتنجان، وادي الكوسه، وادي البطاطس، ومعايا الفلفل. ادي كده الفلفل اللي احنا كنا قالينه الشكل ده، وطبعا البصل اللي احنا كنا محمرينه وحاطينه واخدينه كده نص تحميره، البصل الصغير القوارمة. لما بينزل بقى في الصلصه بتاعه المسقعه بيبقى في منتهى الجمال. بس انا هنا هزودها شويه ميه بسيطه كده عشان يبقى فيها صوص، ما تبقاش ناشفه كده بالشكل ده بس، وتغلي بقى معانا براحتنا خالص. طبق المسقعه اللي باللحمه المفرومه او البتنجان اللي باللحمه المفرومه ده بقى فيه الصلصه بتاعته، ممكن نحطه في بايركس زي كده وندخله الفرن تحت الشوايه ونزود له شويه صلصه من الصلصه بتاعه المسقعه. انا حبيت يبقى معلقتين ثلاثه صلصه بس مش كتير، لان البتنجان كده لما نيجي نغمسه حتى لو عملناه سندوتشات وكلناه بيبقى طعمه في منتهى الجمال، غير المسقعه اللي بيبقى فيها صلصه كتير. وادي طبق الكشري. هنا بقى هغرف طبق المسقعه بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا كل الخضار ده مشوي، خد له غلوه واحده في الصلصه، والصلصه كان فيها كل حاجه، ملح وفلفل والكزبره وكل حاجه كانت فيها، يعني كده مش ناقصها اي حاجه بالشكل ده. طبق بقى غني جدا بكل الخضار
اللي فيه اهو شايفين كده، بسم الله الرحمن الرحيم، البصل مع الكوسه مع البتنجان. جربوا بقى المسقعه دي على طريقتي. طبعا المسقعه ما تحطش فيها لا كوسه ولا بطاطس، لكن انا دايما احب اعملها كده عشان اللي عندي ولادي ما بياكلش الكوسه بياكلها وبيلاقي طعمها تحفه بالشكل ده اهو كده.